جديد مسعود وسعيده وسعدان وفيلم كوميدي التعامل ديالي مع داداس كنحمق على داك السيد عندي عزيز بلاكس انا جد سعيده ملي كنخدم معاه وكنكون دائما فرحانه ملي كنخدم معاه وغنعاود نخدم معاه لانه ممتع هذاك السيد ممتع السيد ديال الانسجام ديالي معاه ما عرفتش انسان طيبوب يعني طيب وكنتفاهم معاه واشتغلنا بزاف داير بحال خويا زعما عندي عزيز انا داداس التعامل مع القرد لا بالعكس ما كانتش صعوبه بالعكس انا بالنسبه لي داك القرد كان كيبان لي انه كان كيفهم بحال الانسان يعني كتقولي اكسيون كيوقف كتقولي كوبي كيوقف يعني كان كيدير العمل ديالو كانه ممثل وانتم غتشوفوا داك الشيء ان شاء الله في ملي غادي تشوفوا الفيلم الجديد هو مسعود وسعيده وسعدان وان شاء الله موراه لي بورجوا فيلم سينمائي لي بورجوا وان شاء الله بعد الاعمال الرمضانيه قريب الكلمه ديالي للفنانه زهور سليماني كنتمنى لها التوفيق يا رب يا رب يا رب الله يشافيها هذيك السيده انا عزيزه عليا بزاف وقريبه مني بزاف و يا ربي تنوضها لينا على خير كنتمنى لكم التوفيق وشكرا بزاف على هذه المتابعه ديالكم للاخبار الفنانه الله يوفقكم قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي